بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. التعليق على شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز. الدرس 35. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والميثاق الذي أخذه الله على آدم وذريته حق، وذلك لما روي أن الله جل وعلا لما خلق آدم بيده مسح على ظهره، استخرج منه كل ذريته الآتية، فأخذ عليهم الميثاق: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. هذا الميثاق: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا بهذا أنك ربنا. هذا على ما جاء في الرواية، وللعلماء في ذلك كلام، ولكن هذا حاصل ما قالوه، أن هذا هو الميثاق. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يخبر سبحانه أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. نعم. يخبر سبحانه أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو. وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال، وفي بعضها الإشهاد عليهم بأن الله ربهم، فمنها ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان، يعني عرفة، فأخرج من صلبه بنعمان يعني عند عرفة، القرية التي عند عرفة تحت جبل كرى. نعم. قال: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان، يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية درأها فنثرها بين يديه، ثم كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا، إلى قوله المبطلون. ورواه النسائي أيضا وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم في المستدرك، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وروى الإمام أحمد أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، قال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية،
وقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير وابن حبان في صحيحه. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال: أي رب، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال: أي رب، من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. قال: رب، كم عمره؟ قال: 60 سنة. قال: أي رب، زده من عمري 40 سنة. فلما انقضى عمر آدم جاء ملك الموت، قال: أولم يبق من عمري 40 سنة؟ قال: أولم تعطها ابنك داود؟ قال: فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول: نعم. قال فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. وأخرجاه في الصحيحين أيضا. وفي ذلك أحاديث أخر أيضا كلها دالة على أن الله استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل النار وأهل الجنة. ومن هنا قال من قال: إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، وهذه الآثار لا تدل على سبق الأرواح الأجساد سبقا مستقرا ثابتا، وغايتها أن تدل على أن بارئها وفاطرها سبحانه صور النسمة وقدر خلقها وأجلها وعملها واستخرج تلك الصور من مادتها ثم أعادها إليها، وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له، ولا يدل على أنها خلقت خلقا مستقرا واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد ثم يرسل منها إلى الأبدان جملة بعد جملة كما قاله ابن حزم. فهذا لا تدل الآثار عليه. نعم، الرب سبحانه يخلق منها جملة بعد جملة على الوجه الذي سبق به التقدير أولا، فيجيء الخلق الخارجي مطابقا للتقدير السابق كشأنه سبحانه في جميع مخلوقاته، فإنه قدر لها أقدارا وآجالا وصفات وهيئات ثم أبرزها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير السابق. فالآثار المروية في ذلك إنما تدل على القدر السابق، وبعضها يدل على أنه سبحانه استخرج أمثالهم وصورهم
وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة. وأما الإشهاد عليهم هناك فإنما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس وابن عمرو رضي الله عنهم. ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد كما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومعنى قوله شهدنا أي قالوا بلى شهدنا أنك ربنا، وهذا قول ابن عباس وأبي بن كعب. وقال ابن عباس أيضا أشهد بعضهم على بعض، وقيل شهدنا من قول الملائكة والوقف على قوله بلى، وهذا قول مجاهد والضحاك والسدي. وقال السدي أيضا هو خبر من الله تعالى عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار بني آدم، والأول أظهر وما عداه احتمال لا دليل عليه، وإنما يشهد ظاهر الآية للأول. واعلم أن من المفسرين من لم يذكر سوى القول بأن الله استخرج ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم كالثعلبي والبغوي وغيرهما. ومنهم من لم يذكره بل ذكر أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها الله فيهم كالزمخشري وغيره. ومنهم من ذكر القولين كالواحدي والرازي والقرطبي وغيرهم، ولكن نسب الرازي القول الأول إلى أهل السنة والثاني إلى المعتزلة. ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول، أعني أن الأخذ كان من ظهر آدم، وإنما فيها أن الأخذ من ظهور بني آدم، وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم، وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم والإشهاد عليهم هناك في بعض الأحاديث، وفي بعضها الأخذ والقضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار كما في حديث عمر رضي الله عنه، وفي بعضها الأخذ وإراءة آدم إياهم من غير قضاء ولا إشهاد كما في حديث أبي هريرة. والذي فيه الإشهاد على الصفة التي قالها أهل القول الأول موقوف على ابن عباس وابن عمرو، وتكلم فيه أهل الحديث ولم يخرجه أحد من أهل الصحيح غير الحاكم في المستدرك على الصحيحين، والحاكم معروف تساهله رحمه الله. والذي فيه القضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار دليل على مسألة القدر، وذلك شواهده كثيرة ولا نزاع فيه بين أهل السنة، وإنما يخالف فيه القدرية المبطلون المبتدعون. وأما الأول فالنزاع فيه بين أهل السنة من السلف والخلف، ولولا ما التزمته من الاختصار لبسطت الأحاديث الواردة في ذلك وما قيل من الكلام عليها وما ذكر فيه من المعاني المعقولة ودلالة ألفاظ الآية الكريمة. قال القرطبي وهذه الآية مشكلة وقد تكلم العلماء في تأويلها، فنذكر ما ذكروه من ذلك حسب ما وقفنا عليه. فقال قوم معنى الآية أن الله أخرج من ظهر بني آدم بعضهم من بعض. قالوا ومعنى وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم دلهم بخلقه على توحيده، لأن كل بالغ يعلم ضرورة أن له ربا واحدا. ألست بربكم أي قال، فقام ذلك مقام الإشهاد عليهم والإقرار منهم، كما قال تعالى في السماوات والأرض قالتا أتينا طائعين، ذهب إلى هذا القفال وأطنب. وقيل
إنه سبحانه أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد، وأنه جعل فيها من المعرفة ما عرفت به ما خاطبها، ما علمت به ما خاطبها. ثم ذكر القرطبي بعد ذلك الأحاديث الواردة في ذلك إلى آخر كلامه. وأقوى ما يشهد لصحة القول الأول حديث أنس المخرج في الصحيحين الذي فيه: قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. ولكن قد روي من طريق أخرى: قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل، فيرد إلى النار وليس فيه في ظهر آدم. وليس في الرواية الأولى إخراجهم من ظهر آدم على الصفة التي ذكرها أصحاب القول الأول، بل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين: أحدهما كون الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان، وأنه بهذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة، والثاني أن الآية دلت على ذلك، والآية لا تدل عليه لوجوه: أحدها أنه قال من بني آدم ولم يقل من آدم، الثاني أنه قال من ظهورهم ولم يقل من ظهره، وهذا بدل بعض أو بدل اشتمال وهو أحسن. الثالث أنه قال ذريتهم ولم يقل ذريته. الرابع أنه قال وأشهدهم على أنفسهم، أي جعلهم شاهدين على أنفسهم، ولا بد أن يكون الشاهد ذاكرا لما شهد به، وهو إنما يذكر شهادته بعد خروجه إلى هذه الدار، كما تأتي الإشارة إلى ذلك، لا يذكر شهادة قبله. الخامس أنه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الإشهاد إقامة الحجة عليهم لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. الحجة إنما قامت عليهم بالرسل والفطرة التي فطروا عليها، كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. السادس تذكيرهم بذلك لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، ومعلوم أنهم غافلون عن الإخراج لهم من صلب آدم كلهم وإشهادهم جميعا ذلك الوقت، فهذا لا يذكره أحد منهم. السابع قوله تعالى: أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، فذكر حكمتين في هذا الأخذ والإشهاد: أن لا يدعوا الغفلة أو يدعوا التقليد، فالغافل لا شعور له، والمقلد متبع في تقليده لغيره، ولا تترتب هاتان الحكمتان إلا على ما قامت به الحجة من الرسل والفطرة. الثامن قوله: أفتهلكنا بما فعل المبطلون، أي لو عذبهم بجحودهم وشركهم لقالوا ذلك، وهو سبحانه إنما يهلكهم لمخالفة رسله وتكذيبهم، فلو أهلكهم بتقليد آبائهم في شركهم من غير إقامة الحجة عليهم بالرسل لأهلكهم بما فعل المبطلون، أو أهلكهم مع غفلتهم عن معرفة بطلان ما كانوا عليه. وقد أخبر سبحانه أنه لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، وإنما يهلكهم بعد الإعذار والإنذار بإرسال الرسل. التاسع أنه سبحانه أشهد كل واحد على نفسه أنه ربه وخالقه، واحتج عليه بهذا الإشهاد في غير موضع من كتابه كقوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهذه هي الحجة التي أشهدهم على أنفسهم بمضمونها، وذكرتهم بها رسله بقوله:
أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. العاشر أنه جعل هذا آية، وهي الدلالة الواضحة البينة المستلزمة لمدلولها، بحيث لا يتخلف عنها المدلول، وهذا شأن آيات الرب سبحانه وتعالى، فإنها أدلة معينة على مطلوب معين مستلزمة للعلم به. فقال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وإنما ذلك بالفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فما من مولود إلا يولد على الفطرة، لا يولد مولود على غير الفطرة، هذا أمر مفروغ منه لا يتبدل ولا يتغير. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا، والله أعلم. وقد تفطن لهذا ابن عطية وغيره، ولكن هابوا مخالفة ظاهر تلك الأحاديث التي فيها التصريح بأن الله أخرجهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم. وكذلك حكى القولين الشيخ أبو منصور الماتريدي في شرح التأويلات، ورجح القول الثاني وتكلم عليه ومال إليه. ولا شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطري، والشرك حادث طارئ، والأبناء تقلدوه عن الآباء، فإذا احتجوا يوم القيامة بأن الآباء أشركوا ونحن جرينا على عادتهم كما يجري الناس على عادة آبائهم في المطاعم والملابس والمساكن، يقال لهم: أنتم كنتم معترفين بالصانع، مقرين بأن الله رب، بأن الله ربكم لا شريك له، وقد شهدتم بذلك على أنفسكم، فإن شهادة المرء على نفسه هي إقراره بالشيء ليس إلا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وليس المراد أن يقولوا: أشهد على نفسي بكذا، بل من أقر بشيء فقد شهد على نفسه به، فلما عدلتم عن هذه المعرفة والإقرار الذي شهدتم به على أنفسكم إلى الشرك، بل عدلتم عن المعلوم المتيقن إلى ما لا يعلم له حقيقة، تقليدا لمن لا حجة معه، بخلاف اتباعهم في العادات الدنيوية، فإن تلك لم يكن عندكم ما يعلم به فسادها، وفيه مصلحة لكم، بخلاف الشرك، فإنه كان عندكم من المعرفة والشهادة على أنفسكم ما يبين فساده وعدولكم فيه عن الصواب. فإن الدين الذي يأخذه الصبي عن أبويه هو دين التربية والعادة، وهو لأجل مصلحة الدنيا، فإن الطفل لا بد له من كافل، وأحق الناس به أبواه، ولهذا جاءت الشريعة بأن الطفل مع أبويه على دينهما في أحكام الدنيا الظاهرة. وهذا الدين لا يعاقبه الله عليه على الصحيح حتى يبلغ ويعقل وتقوم عليه الحجة، وحينئذ فعليه أن يتبع دين العلم والعقل، وهو الذي يعلم بعقله هو أنه دين صحيح. فإن كان آباؤه مهتدين كيوسف الصديق مع آبائه، قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وقال ليعقوب بنوه: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وإن كان الآباء مخالفين للرسل كان عليه أن يتبع الرسل، كما قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فمن اتبع دين آبائه بغير بصيرة وعلم، بل يعدل عن الحق المعلوم إليه، فهذا اتبع هواه، كما قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا،
أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وهذا حال كثير من الناس من الذين ولدوا على الإسلام، يتبع أحدهم أباه فيما كان عليه من اعتقاد ومذهب، وإن كان خطأ ليس هو فيه على بصيرة، بل هو من مسلمة الدار لا مسلمة الاختيار. وهذا إذا قيل له في قبره من ربك قال لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فليتأمل اللبيب هذا المحل ولينصح نفسه وليقم لله ولينظر من أي الفريقين هو، والله الموفق. الله جل وعلا أقام الحجة بإرسال الرسل، ما تركهم لما كانوا عليه في صلب أبيهم آدم ثم نشأوا عليه، لم يتركهم على هذا، بل أرسل إليهم الرسل. فمن أطاع الرسل فإن الله جل وعلا يدخله الجنة، ومن عصى الرسل فإن الله جل وعلا يدخله النار لمعصيته للرسل. الحجة لا تقوم إلا بإرسال الرسل، كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذا يكفينا. نعم. وهذا حال كثير من الناس من الذين ولدوا على الإسلام، يتبع أحدهم أباه فيما كان عليه من اعتقاد ومذهب، وإن كان خطأ ليس هو فيه على بصيرة، بل هو من مسلمة الدار لا مسلمة الاختيار. يعني مقلد، مسلمة الدار يعني مقلد. نعم. وهذا إذا قيل له في قبره من ربك قال لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. مقلد يعني مقلد، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. نعم. فليتأمل اللبيب هذا المحل ولينصح نفسه وليقم لله ولينظر من أي الفريقين هو، والله الموفق. فإن توحيد الربوبية لا يحتاج إلى دليل، فإنه مركوز في الفطر، وأقرب ما ينظر فيه المرء أمر نفسه لما كان نطفة، وقد خرج من بين الصلب والترائب، والترائب عظام الصدر، ثم صارت تلك النطفة في قرار مكين في ظلمات ثلاث، وانقطع عنها تدبير الأبوين وسائر الخلائق، ولو كانت موضوعة على لوح أو طبق، ولو كانت موضوعة على لوح أو طبق، واجتمع حكماء العالم على أن يصوروا منها شيئا لم يقدروا. ومحال توهم عمل الطبائع فيها، لأنها موات عاجزة ولا توصف بحياة، ولن يتأتى من الموات فعل وتدبير. فإذا تفكر في ذلك وانتقال هذه النطفة من حال إلى حال، علم بذلك توحيد الربوبية، فانتقل منه إلى توحيد الإلهية. فإنه إذا علم بالعقل أن له ربا أوجده، كيف يليق به أن يعبد غيره؟ وكلما تفكر وتدبر ازداد يقينا وتوحيدا، والله الموفق، لا رب غيره ولا إله سواه. فتوحيد الربوبية دليل على توحيد الألوهية، توحيد الربوبية دليل وحجة على توحيد الألوهية. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك ولا ينقص، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. قال الشارح رحمه الله: قال الله تعالى: إن الله بكل شيء عليم. وقال:
وكان الله بكل شيء عليما. فالله تعالى موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلا وأبدا، ولم يتقدم أزلا يعني في الماضي، وأبدا يعني في المستقبل. نعم. ولم يتقدم علمه بالأشياء جهالة، وما كان ربك نسيا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس رأسه وجعل ينكث بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا قد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. خرجاه في الصحيحين. نعم. فالإنسان بعمله إن كان صالحا وعلى وفق ما شرعه الله فإن الله ييسره لليسرى، وإن كان عمله باطلا فإن الله ييسره للعسرى. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وكل من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالإنسان هو المتسبب في كونه من هؤلاء أو من هؤلاء. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. قال الشارح رحمه الله: تقدم حديث علي رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم فيه: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وعن زهير عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء سراقة بن مالك ابن جشعم فقال: يا رسول الله، جاء سراقة بن مالك ابن جعشم ابن جعشم فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما يستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال زهير: ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه، فسألت ما قال؟ قال: اعملوا فكل ميسر. رواه مسلم. نعم. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. خرجاه في الصحيحين وزاد البخاري: وإنما الأعمال بالخواتيم. نعم. وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كما في الحديث: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع،
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة، يعني الأعمال بالخواتيم، نسأل الله حسن الخاتمة. نعم. وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: يكتب رزقه وأجله، يكتب رزقه وأجله. يؤمر يعني الملك الذي يؤمر. نعم. ويؤمر ب4 كلمات: يكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد، فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فيدخلها ويدخلها بأن مضمرة بعد فاء السببية. نعم. فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. أي نعم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وكذلك الآثار عن السلف. قال أبو عمر ابن عبد البر في التمهيد: قد أكثر الناس من تخريج الآثار في هذا الباب، وأكثر المتكلمون من الكلام فيه، وأهل السنة مجتمعون على الإيمان بهذه الآثار واعتقادها وترك المجادلة فيها، وبالله العصمة والتوفيق. اقعد يا طفل، اقعد لا ترك. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى. طيب، نقف على هذا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: حديث أو أحاديث الميثاق، أحاديث الميثاق وأخذ من ظهور بني آدم، هل تكون حجة على من يعذرون الناس الذين يشركون بالجهل، حيث إن الله قد أخذ العهد على بني آدم ألا يشركوا به شيئا؟ يا أخي أرسل الله الرسل وأنزل الكتب ولم يترك للناس حجة أن يقولوا كذا أو كذا، أرسل الرسل وأنزل الكتب وهي بأيدي الناس، فلا حجة لهم بعد ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما معنى أن الله عز وجل يستعمل عبده بعمل أهل الجنة أو بعمل أهل النار؟ حتى لا نحكم لأحد بجنة أو نار، لأن لا ندري ما يختم له، نعتني بحسن الخاتمة، هذا يحثنا على حسن الخاتمة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يوصف الله عز وجل بالانتظار فيقول أحدهم: الله ينتظر منك التوبة؟ ما ينتظر إلا الإنسان الذي يجهل، أما الله عالم سبحانه وتعالى، عالم بما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان سوف كيف يكون، لا يخفى عليه شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال لا إله إلا الله فإنه محرم على النار، فهل من لم يعمل عملا وإنما قال هذه الكلمة فقط يكون مستحقا للجنة؟ هذه إذا قالها ثم مات
ختم له بها إذا قالها موقنا بها معتقدا لها ثم مات قبل العمل، هذا يدخل الجنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم الذبح عند القبر وإرادة بذلك وجه الله سبحانه وتعالى؟ كيف؟ ما حكم الذبح عند القبر ويكون مريدا بذلك وجه الله سبحانه وتعالى؟ هذا الذبح بدعة، وكون عند القبر أيضا هذا دليل على اعتقاد في القبر، صاحب القبر، لا يجوز هذا، لا يجوز الذبح عند القبور ولا الصلاة عند القبور، وإنما يسلم على قبور المسلمين ويدعو لهم وينصرف، لا يذبح ولا يصلي ولا يتصدق عندها، وإنما مجرد السلام على الأموات والدعاء لهم، أموات المسلمين. نعم. فالقبور لا يعمل عندها شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان اللسان معتادا على ذلك؟ العادة ليست دليلا أو عذرا، ليست العادة عذرا. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما الراجح عندكم وفقكم الله في مسألة الميثاق والخلاف فيه؟ وهل الفطرة تعد من الميثاق زيادة على إرسال الرسل؟ والله ما ندخل في هذا، هذا لا نعلمه، هذا لا نعلمه، وإنما نقرأ ما ورد فيه ونكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عند دخول شهر ربيع الأول يقوم بعض خطباء المساجد بالخطبة عن النبي صلى الله عليه وسلم والحث على اتباعه، هل هذا مناسب؟ لا، لا يخصص، لا يخصص شهر ربيع الأول بخطبة خاصة به، إنما هو كسائر الشهور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان للمسجد ساحة خارجية فأين يأتي المصلي بدعاء الدخول والخروج من المسجد؟ هل هو عند الساحة الخارجية أو عند الدخول للمسجد مباشرة؟ إذا دخل مع الباب، سواء باب الساحة أو باب المسجد، فإنه يأتي بالدعاء، لأن الساحة من المسجد، تابعة للمسجد وهي منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الصوفي هل يصلى خلفه؟ هل يكون إماما؟ يختلف هذا، إن كان تصوفه يفضي إلى شيء من الشرك والاعتقاد الفاسد فإنه لا يصلى خلفه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من صلى في مسجد ثم تبين له أن في المسجد قبرا، فهل يجب عليه إعادة الصلاة؟ صلى في مسجد مبني على قبر، المسجد مبني على قبر، لا يصلي فيه، وإذا صلى فيه يعيد الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: هل يجوز دفن المسلم في مقابر الكفار؟ لا، لا يجوز أن يدفن في مقابر الكفار، إنما يدفن في مقابر المسلمين، وإذا لم يكن للمسلمين مقابر في هذا البلد الذي مات به فإنه ينقل، ينقل ويدفن مع المسلمين أينما كانوا. نعم. فضيلة الشيخ، اليوم الحمد لله النقل متيسر، النقل متيسر جدا،
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من فاتته راتبة الفجر ووجد الإمام يصلي صلاة الفجر، فمتى يصلي هذه الراتبة؟ إن شاء صلاها بعد السلام من صلاة الفجر، إذا كان يخاف أنه ينساها أو ينشغل عنها صليها بعد السلام، وإن كان لا يخاف من نسيانها أو الانشغال عنها، وكونه يؤخرها إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح ثم يصليها فهذا أحسن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا ذهبت إلى راق يعالج بالقرآن وأعطاني آية وقال رددها بعدد معين، هل أعمل بذلك من أجل الشفاء؟ وش الدليل؟ وش دليل على أن تردد بعدد معين؟ اسأله عن الدليل، إن ذكر لك دليلا صحيحا من الكتاب والسنة، وإلا فاتركه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: والدي كبير في السن ولا يعقل، فهل يجوز لي أن أكذب عليه عندما يطلب مني شيئا أو يسألني عن شيء لأجل مصلحته؟ نعم، يجوز الكذب للمصلحة، هذا لمصلحته، ويعني شرح صدره، فلا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل اختلس مالا ثم تاب، فكيف يتوب وماذا يفعل بهذا المال؟ إن كان يعرف صاحبه فليوصله إليه بأي وسيلة، وإن كان لا يعرف صاحبه فإنه يتصدق به على المحتاجين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز الذهاب إلى المدينة في هذا الشهر، شهر ربيع الأول، مع عدم اعتقادي ببدعية المولد؟ تذهب من أجل إيش؟ الكلام على مقصد، ليش تذهب هذا الشهر إلى المدينة؟ إن كان قصدك أن هذا الشهر له خاصية بالسفر إلى المدينة فهذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا أرسل لي أحدهم رسالة بالجوال وفيها سلام، فهل يجب علي أن أرد السلام؟ إيه نعم، إذا بلغك تسليمه فرد عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز تأخير صلاة الشفع والوتر قبيل صلاة الفجر بنصف ساعة؟ هل يجوز تأخير صلاة الشفع والوتر قبيل صلاة الفجر بنصف ساعة؟ لا بأس بذلك، هذا أفضل. إذا ختمت ليلك بالشفع والوتر أفضل هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم مصافحة المرأة الطاعنة في السن، المرأة العجوز، وهل ثبت أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قد فعل ذلك؟ ما أدري هل ثبت عن عمر، لكن من وراء حائل، إذا سلمت عليها فمن وراء حائل، من وراء كمها أو من. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، ولا تسلم عليها مباشرة، يدك بيدها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز هذا الدعاء: اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك؟ لا يجوز، تقسم على الله، تحلف على الله، لا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: متى يبدأ حول الزكاة إذا أردت بيع أرض لكن الأوراق ليست؟ يقول: متى يبدأ حول الزكاة إذا أردت بيع أرض ولكن الأوراق ليست جاهزة، فمتى يبدأ حولها؟ هل هو من حيث النية؟ متى ما تمكنت منها، أما أوراقها ما جهزت معناه ما تمكنت منها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم عملي في البنوك الربوية موظفا عاديا؟ لا تقربها، ابتعد عنها، والوظائف موجودة ولله الحمد بغير البنوك كثيرة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من فاته الوتر وأذن الفجر فهل له أن يصليه بين الأذان والإقامة؟ إذا طلع الفجر فلا وتر، إذا طلع الفجر انتهى الوتر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هناك بعض المساجد يتردد عليها المسافرون والمقيمون، فهل للإمام أن يبين للمأمومين عند إحرامه فيقول أنا مسافر أو أنا مقيم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في مكة في المسجد الحرام قال: يا أهل مكة إنا قوم سفر، إنا قوم سفر فأتموا لأنفسكم. نعم، يقول لهم حنا مسافرين وسنقصر الصلاة فأتموا صلاتكم بعدنا، يعني إذا سلمنا قوموا أنتم وأتموا صلاتكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم ختم القرآن ثم إهداء الثواب إلى الميت؟ لم يرد بهذا دليل، بعض العلماء يجيزه لأنه من العمل الصالح، لكن لم يرد به دليل. نعم. فضيلة الشيخ، لكن يدعو لهم إذا ختم القرآن، يدعو لنفسه ويدعو لوالديه وللمسلمين عند ختم القرآن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أن الحلف بغير الله كذبا أهون من الحلف بغير الله صدقا؟ نعم، يقول ابن عباس أو ابن عمر: لأن أحلف بالله كاذبا، لا أظن ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: إن رجلا قد أنقذها من الغرق، فهل يكون محرما لها بذلك؟ هذه فتوى العوام، يقولون إذا أنقذت امرأة تصير محرما لها، أنقذتها من هلكة، لا أصل لهذا، هذا كلام لا أصل له. نعم. المحرمية إنما تكون بأسبابها. نعم، إما قرابة وإما عقد نكاح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض الناس يقوم بتربية السباع وبتربية الثعابين في منزله ويتخذ هذا حرفة، فهل يجوز هذا العمل؟ وش قصده من هذا؟ يبيع السباع ولا يبيع الثعابين؟ هذا حرام، لا يجوز. يبي يجمع الثعابين والسباع ببيته ويخليها؟ هذا ما هو بعاقل اللي يعمل هالعمل هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل خوف الإنسان من النفاق أو خوفه من الرياء يعد من علامات الإيمان؟ نعم، الخوف من الانحراف، والخوف من يعني فعل الأعمال السيئة، هذا طيب، هذا يحثك على اجتناب هذه الأشياء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل يريد السفر من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر من أجل العمل، فهل يجوز لي أن أساعده؟ رجل يريد السفر من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر من أجل العمل، فهل يجوز لي أن أساعده؟ لا، لأن الأعمال في بلاد المسلمين كثيرة ولله الحمد، أعمل في بلاد المسلمين. نعم، ولا تسافر لبلاد الكفار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: يظهر عندي في بيتي النمل كثيرا، وقد سألت راقيا فقال: أنثر الملح في هذه الأماكن، فهل لهذا دليل شرعي؟ لا أعرف لهذا دليلا شرعيا، والنمل بإمكانك تستعمل شيء من الأشياء، تسأل أهل الطب، شيء من الأشياء يبعد النمل عنك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: المريض هل يجوز له أن يكتفي بالرقية
عن التداوي عند الأطباء؟ لا، لا يستغني بالرقية عن التداوي عند الأطباء، بل يجمع بين تداوى عند الأطباء ويستعمل الرقية، كلها أسباب طيبة مفيدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عندنا أستاذ يفرق بين الأغاني والموسيقى، فيقول إن الحرام هي الأغاني، أما الموسيقى فإنها جائزة. وقد هذا بالعكس، هذا بالعكس، الموسيقى مجمع على تحريمها كما قال شيخ الإسلام بن تيمية، وأما الأغاني فهي أخف من الموسيقى. نعم. فضيلة الشيخ حرمها لكنها أخف من الموسيقى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: امرأة تأخر عليها الزواج، فما هو نصيحتكم لها في ذلك؟ الدعاء عليها بالدعاء إن الله يرزقها زوجا صالحا، وتكثر من الدعاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: نحن دعاة من خارج هذه البلاد، فما نصيحتكم لنا في التعامل في بدعة المولد النبوي مع من هناك؟ أنكروها وانصحوا، بينوا للناس، جهال ما يدرون، بينوا لهم أن هذا لا أصل له وأنه بدعة، بينوا لهم جزاكم الله خيرا، انشروا الخير في بلادكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أن من أكل بصلا أو ثوما أنه يعذر في ترك الجماعة؟ ينهى عن صلاته مع الجماعة، جاء النهي: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا، قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يؤذي الملائكة ويؤذي المصلين برائحته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أنا من جنوب شرق آسيا، ومن عادتنا هناك أن نحتفل بعيد الفطر طوال شهر شوال وليس في اليوم الأول فقط، هل يعتبر هذا من العادات المباحة؟ لا، ليس من العادات المباحة، يوم العيد فقط، يوم العيد فقط لا بأس، وسعون على أنفسهم بالأكل من الطعام المباح، وب يعني النزهة وما أشبه ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: إذا طهرت الحائض في وقت العصر، فهل يلزمها أن تقضي صلاة الظهر أيضا؟ إذا طهرت في وقت العصر، نعم، تقضيها وما قبلها وما يجمع إليها قبلها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان الكلب يقتنى لأجل الحراسة، فهل يجوز شراؤه لهذا السبب؟ لا يجوز بيع الكلب ولا أكل ثمنه، ولا بيع الهر وأكل ثمنه، لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم خلوة المرأة مع الطبيب؟ لا يجوز لها ذلك، الطبيب لا يخلو بها، وإنما يكون عند معها محرمها، يكون معها محرمها أو من تزول به الخلوة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض النساء: مائلات مميلات؟ مائلات، مائلات عن الفطرة، مميلات لغيرهن، بمعنى أن غيرهن يقتدي بهن فيملنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم بداءة الكافر بغير السلام وإنما بتحية أخرى كصباح الخير وغير ذلك؟ ما كلهما المعنى واحد، لا تبدأون بالسلام ولا بصباح الخير ولا، لكن إذا بدأوكم هم فردوا عليهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان هناك شخص قد اعتاد الغيبة، فهل يجوز لي أن أهجره؟ انصحه عن الغيبة، فإذا لم يمتثل ابتعد عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله،
هذا سائل يقول: قراءة القرآن التي يؤجر عليها صاحبها هل لا بد من تحريك اللسان أم يكفي مجرد النظر؟ لا، لا يكفي مجرد النظر، لا بد من التلفظ بالقرآن. نعم. اللهم فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عندي زكاة مال، فهل يجوز لي أن أخرج هذه الزكاة لبعض احتياجات المسجد؟ لا، لا تحط في المسجد الزكاة، بين الله مصارفها: إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ما تخرج عن هذه المصارف الثمانية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما الأفضل، حفظ القرآن أولا أو طلب العلم؟ تجمع بينه، تحفظ القرآن تطلب العلم، والوقت واسع ولله الحمد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هجرت بعض أهل البدع مدة من الزمان لكنهم لم يرجعوا عن بدعهم، فهل أستمر في الهجر أم أعود إليهم؟ نعم، تستمر في الهجر حتى يتركوا بدعتهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم الدعاء بعد الدروس العلمية دائما في المسجد؟ لا بأس بذلك، طيب، ختم المجلس بالدعاء هذا شيء طيب. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم تأخير راتب الخادمة أو السائق من أجل أن يكون ضابطا للعمل؟ من أجل أن يكون ضابطا للعمل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعطوا الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه، لا تؤخرها إلا إذا كان صاحبها يريد التأخير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة من خارج هذه البلاد تقول: أنا بنت وأعيش في أسرة مسلمة، ولكن أمي تضايقني مضايقة شديدة جدا بسبب استقامتي واتباعي لمنهج السلف الصالح، ويصعب علي الصبر، فما نصيحتكم لي وفقكم الله؟ استمري على ما أنت عليه واصبري، استعيني بالله واصبري، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إلي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في بعض المطارات خارج هذه البلاد يكون هناك مكان مهيأ للصلاة يصلي فيه المسلم والنصراني وغير ذلك، هل يجوز لي أن أصلي في هذا المكان؟ نعم، ما دام أنه مكان طاهر صل فيه، ولو صلى فيه النصراني. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، البيع والشراء في المسجد هو حرام؟ لا يجوز، لا يجوز البيع والشراء في المسجد. إذا سمعتم من يبيع ويشتري في المسجد فقولوا: لا أربح الله بضاعتك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أن مذهب الحنابلة هو حرمة شراء وبيع المصاحف؟ لا أعلم هذا، يروى عن ابن عمر أنه قال: وددت أن الأيدي تقطع ببيع المصاحف، لكن الله أعلم، لو لم تباع المصاحف ما طبعت، ففي يعني الأمر ببيعها أو الرخصة في بيعها فيها دعاية لطبعها وإيجادها وتداولها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: المسافر إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام هل يجوز له القصر مدة 4 أيام الأولى ثم يتم بعد ذلك؟ المسافر إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فهل يجوز له أن يقصر ويجمع في 4 الأيام الأولى ثم يتم بعد ذلك؟ لا، ما من حين ينوي فإنه لا يقصر ولا يجمع،
يصلي حكم حكم الحاضر غير المسافر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم رفع الصوت بالذكر عند وضع الميت في قبره؟ لا دليل على ذلك إلا قول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إجازتي هي في يوم الجمعة، فهل يجوز لي أن أخصص هذا اليوم للذهاب إلى المقبرة والسلام على الوالد رحمه الله؟ لا بأس بذلك إذا كنت ما تفرغ إلا بهذا اليوم، فلا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض من الناس يحلفون بالأمانة فيقول بالأمانة أو الأمانة، فما حكم ذلك؟ محرم، لا يجوز. كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك كما في الحديث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للداعي إلى الله أن يترك تعليم الفقه ويكثر من التركيز على تعليم التوحيد؟ يجمع بينهما، ما في بينه تضاد، يجمع بينهما، درس الفقه ويدعو إلى الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجب على ولد الزنا، سائل من خارج هذه البلاد، يقول: هل يجب على ولد الزنا أن يصل أباه؟ ما ينسب إلى أبيه، ما ينسب إلى أبيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من مر بمقبرة مسورة فهل له أن يسلم على أهلها من وراء السور؟ نعم، لا بأس بذلك. كان صلى الله عليه وسلم إذا مر بالقبور قال: سلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نعم. فضيلة الشيخ، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، يقول هذا إذا مر بالمقابر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجب على المسلم أن يرضى بالقدر أو أنه الواجب عليه الصبر فقط؟ لا بد أن يرضى بالقضاء والقدر، هذه عقيدة، لا بد أن يرضى بالقضاء والقدر ويسلم لذلك ويدعو الله أن يجعل ذلك عاقبة خير له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: لكن ما هو معنى يرضى بالقضاء والقدر ويعطل الأسباب؟ ما يعطل الأسباب النافعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: جئت من بلد مسلم تكثر فيه البدع والمنكرات، جئت إلى هنا غير أنني لم أتمكن من الإتيان بأهلي وأولادي لأسباب مادية، هل لي أن أرجع إلى بلدي مرة أخرى مع وجود هذه البدع والمنكرات فيه؟ ترجع لزوجتك وأولادك، ترجع لأجل زوجتك وأولادك، وتحاول الهجرة منها مهما استطعت إلى بلد الإسلام. نعم. أو إلى بلد، على الأقل إلى بلد تتمكن فيه من إظهار دينك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما معنى أن المسلم أو الإنسان مسير مخير؟ مسير من جهة القضاء والقدر لا حيلة له فيهما، ومخير في أعماله، هو يؤمن ويكفر ويعطي ويمنع، فهو مخير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما القول الراجح في حكم قراءة الحائض والنفساء للقرآن الكريم؟ إذا خشيت نسيانه، خشيت نسيان حفظها،
فإنها تقرأه لأجل أن يبقى، ولغير ذلك ما تقرأ القرآن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم شرب الماء الذي قرئ القرآن عليه؟ ما حكم شرب الماء الذي قرئ القرآن عليه؟ شيء طيب، هذا شيء طيب، وقد فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم يقول رعاك الله: وهل له أن يغتسل به في دورة المياه؟ يغتسل به في غير دورة المياه في مكان طاهر نظيف. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا.